عندما يبث الذكريات مشاهده بين الفينة والأخرى تنبعث روح العراقة من جديد ويبدأ الحنين لتلك الأيام الجميلة. فجاءت الفكرة لدى أهالي قرية سيح العافية لمعايشة تلك الذكريات بواقع جميل يشارك فيه أجيال المستقبل هنا في قرية المنزفة الأثرية بولاية إبرة. أما بالنسبة للألعاب هذه فهي طبعا من زمن ماضي، بس الآن تعاد صياغتها من جديد للأبناء بحيث أنهم لا ينسوا الماضي. ألعاب شعبية منوعة تخللت أرجاء قرية المنزفة وممارسات دينية كانت حاضرة حتى زمن قريب. الحلحول أحد العادات العمانية الممتعة التي كانت يحتفى بها عند إكمال المولود عامه الأول، فيجتمع الأطفال للمشاركة والاستمتاع وانتظار لحظة توزيع الهدايا والحلويات لهم. الأطفال كانوا جدا فرحانين والنساء بعد، وقمنا في الفعالية أيضا حول حول وركوب الخيل والتيمينة، والحمد لله كان الأقبال جدا كبير بين الأطفال والنساء، وأول مرة يعني نشوف هذا التفاعل الكبير. اكتشاف أسرار قرية المنزفة وهندستها المعمارية أحد أبرز أهداف هذا اللقاء الجميل، إضافة إلى إبراز عدد من المعروضات الحرفية الأصيلة. يوم جميل عاشه أهالي هذه القرية لمشاركة أبنائهم تلك الأيام التي عاشوها بين أروقة هذه المباني الأثرية. أحمد بن محمد المعمري، محافظة شمال الشرقية.